مشاهدي قناة شوف تي في، مرحبا بكم في هذا المباشر. كنتواجدوا داخل محطة أولاد زيان اللي رجعت لها الروح بعد الشيء، يعني عكس الأسابيع والشهور السابقة. فاليوم كنشوف بأن هناك رواج، على الأقل نقدر نقولوا أحسن مما كان، لأن الحال ديال محطة أولاد زيان تغيرات 190 درجة من بعد كوفيد. فعلى الأقل كاينة واحد الحركة، هادشي علاش قلنا بأن مدينة الدار البيضاء غادا تخوى. مدينة الدار البيضاء من بعد رمضان فغدا تصبح شبه فارغة، ما نقولوش فارغة، لأن فيها الساكنة ديال مدينة الدار البيضاء السكان الأصليين، وكاينين اللي كيشتغلوا فقط يعني في مدينة الدار البيضاء وكيمشيو العائلات ديالهم خارج من مدينة الدار البيضاء، إما في المدن إما في البوادي. ف غير باش نعولوا بأن بالأخص البقالة مال الحوانت هادوك أغلبيتهم كيمشيو باش كيدوزوا شهر رمضان الكريم يعني في وسط العائلات ديالهم، لان كيتسمى هذا هو الكونجي ديالهم، هذه العطله ديالهم كتمتد اكثر من 40 يوم، يعني شهر ديال رمضان وخمس ايام او 10 ايام ديال العيد عاد كيجيو، يعني مره في السنه ديال اللي كتكون عاد كتكون العطله الاخرى ثاني ديال العيد الكبير اي عيد الاضحى. فالحمد لله كيف قلت بان الحمد لله كاين رواج، ما غاديش نقارنوا الرواج اللي كاين الان باللي كان زمان، زمان هي اللي قبل من كوفيد، لان الحال ديال محطة ولاد زيان تغيرات 190 درجة من بعد كوفيد، من بعد الوباء تغيرات. البيضاويين ما بقاوش كيجيو بزاف محطة ولاد زيان، لان كانوا اسباب، كانوا الافارقة جنوب الصحراء كيسرقوا، كانوا الافارقة جنوب الصحراء كيعتديوا على المسافرين من داخل الحافلة، كانوا مضايقات. ولو ان محطة ولاد زيان الحال ديالها للاسف مكرفس، ولكن كنقولوا احسن مما كان، الاهم ان كاين رواج. هادو كاملين حافلات غادي يغادروا كل حافله والمدينه اللي غادي توجه لها. كتعرفوا بان مدينه الدار البيضاء كتجمع جميع الساكنه ديال المغرب، مدينه الدار البيضاء كتلقى الساكنه ديال الجنوب ديال الشرق ديال الشمال كلهم مجموعين في مدينه واحده اللي هي مدينه اقتصاديه 7 مليون نسمه تقريبا. كلشي كيشتغل، اللي باغي يعيش كيجي لكازا، بالقليل بالكثير غادي تعيش. فنتمنوا هاد المسافرين يوصلوا على خير ان شاء الله. يوم امس كنا خدينا واحد التصريح من عند احد المكلفين يعني بالحافلات ديال النقل، قال بانهم كيعانيوا بالاخص بسبب المحروقات، والجواب ديال المحروقات غادي يبقى نفس الجواب. الامر كله متعلق بيد الحكومه وبيد رئيس الحكومه هو عزيز اخنوش. قالوا لنا بان السبب ديال ارتفاع المحروقات هو الحرب الروسيه الاوكرانيه، الحرب ما بقاتش، الامور تهدنات، سعر البرميل رجع لما كان عليه في السابق قبل الحرب، جميع الدول ثمن المحروقات انخفض عندها الا المغرب، ليستحيل انهم ينقصوا لك الثمن ديال المحروقات، لان هذاك ربح وربح كبير ومهم جدا. الملايير كتدخل يوميا لشركه ديال المحروقات، ولكن اللي غادي يدافع على المغاربه من داخل قبه البرلمان اخبار في راسكم، ما عندهمش الجرأة أنهم يتكلموا ويقولوا حسبي الله ونعم الوكيل، ولا عندهم الجرأة أنهم يقولوا خاصنا نديروا تسقيف ديال الأسعار، يناقشوا هادشي داخل قبة البرلمان، لأن السعر في البرميل عالميا منخفض، إذا أوتوماتيك يرخص الثمن كذلك ينخفض، ما يمكنش تبقاو تبيعوا المحروقات للمغاربة بالثمن اللي كان فيها في الحرب. راه ما يمكنش، راه هذيك 7 درهم 8 درهم اللي كنا كناخذوا شحال هذه كانت بعض المرات كتجينا غاليه، كنقولوا وزادوا فيه، ودابا 15 درهم
وكل شيء ساكت، لان احنا مغاربه. شوف احنا يديروا لنا 29 درهم غادي نغوتوا واحد السيمانه ومن بعد مشات. اللي حتى المسؤولين الحكوميين حافظين الشعب. المغاربه دير لهم خبزه ب 5 دراهم، الشعب كامل غادي يخرج، كلشي غادي يبدا يغوت. سيمانه كلشي غادي يسكت، كلشي غادي يتكالما ومشات غدا. حنا عكس الاوروبيين، الاوروبيين انا ماشي كنحرض ولكن كنقول الواقع اللي كنعيشو في المغرب. الاوروبيين كيزيدوا فرانك على الحليب ما كياخذوش، كيخويو ليهم. كيزيدوا فرانك في مطيشه كيلوحوها ليهم، خليوها تخمى تما. كيزيدوا فرانك في البيض كيخليو ليهم. دابا حنا في البيض، انا في المغرب واصل دابا واقيلا 32 ريال. اذا حنا هكذا، نتمنوا خير ان شاء الله. هذا مكان رمضان مبارك كريم، نتمنوا من جميع الحافلات ان توصل بخير وعلى خير، يوصلوا الامانه اللي عندهم اللي هما هاد الركاب. قلت بان مدينه الدار البيضاء غادي نقص العدد ديالها وغادي نقص داك الازدحام، لانه عدد كبير وكبير جدا كيغادروا مدينه الدار البيضاء بمناسبه رمضان الكريم. دابا واحد الشخص كتب واحد التعليق. شنو كاتب؟ الاوروبيين ماشي بحالك، ماشي بحالك مكلخ. سعيد قريد، هذا سميتو سعيد قريد، بلا سن نعاود نقرا شنو كتب ثاني. دخل سوق راسك. زيد اسيدي نقرا انا، زيد نشوف الافكار ديالك كيفاش دايرين. بلا سيد وسير خدم بكتافك وبركه من الحضيه. زيد اخويا زيد نشوف ثاني، تخدم بكتافك بركه من الحضيره. هذا ما عرفتش اش من جواب غادي نقدر نجاوبو. اوروبيين ماشي بحالك، لا تنقرا والله الا بغيت نفهم، بغيت نفهم. ناتي بغيت نقرا هنا غير التعليق ديالو، لان مشى لي الكومونتير الاول اللي قرا يقول لي. المهم اللي فهمت بان تيقول لك الاوروبيين ماشي بحالك، انت مكلخ. دابا غنقولوا لي شكون اللي مكلخ وشكون اللي راسو فيه شي حاجه. دابا حنا كنتكلموا على الشعب المغربي اللي من الطبيعه ديالو في غير ديك النوضه. المغزى من هذا الكلام اللي قلت بان الحكومه خاصها تراجع على هذه الزياده المفرطه في المحروقات. الميساج اللي بغيت نوصل هو ان ما كاينش الاتحاد، ما كاينش اللي كيدافع على المغاربه من داخل قبه البرلمان. وقارنت بالاوروبيين ملي كيتحدوا كترجع الامور كيف بغى الشعب، الامور كتنقص. الميساج هو هذا. دابا واحد اشنو فهم الله اعلم، وزيدها بالمعيور ربحان هذا النوع. دائما كنقول اللي كيبدا يسب الواحد واللي كيبدا يعير غير بوحده، اما عنده عقد نفسيه، اما ما غاديش. الا كان مختن مريض نفسي الله يجيب ليه الشفاء، ما كانش مربي هذه حاجه اخرى، هذه مسؤوليه ديال الوالدين ما رباوش. كان مطنق ما عندي ما ندير ليه، لاننا كندوي في الشرق وانت كدوي في الغرب. حنا كندويو على غلاء المحروقات اللي غلاء غير معقول، لان سعر البرميل عالميا الثمن ديالو انخفض، ومن الطبيعي خاص نخافط في المغرب. علاش ما نخافطش في المغرب؟ لان احسن الناس ما كيدافعوش على الحقوق ديالهم، حتى النواب البرلمانيين خاصهم يدافعوا على الشعب من داخل قبه البرلمان ما كيتكلموش، كلشي ساكت. اذا ما غاديش ينقصوا، راه هذا الواقع اللي كاين. انت شنو فهمت يا خويا؟ راه المشكل ديالك هذا. محمد دابا راه انت فهمت الميساج. واحد اخويا عنده واحد العقده نفسيه، مريض نفسي كيسبو كعيا سميع سعيد قريب. المهم دابا راه كل واحد وكيفاش فهم.
كي اللي فهم الميساج كيف خاصو يتفهم وكاين اللي ما غاديش يفهمو. انا هذا قال لك انت مكلخ، انا مع الحكومه والشعب، غير علاش كتعير؟ كتعير اذا عندك شي مشكل نفسي. اذا غادي نوصلوا لنهايه المباشر ونتمنوا خير ان شاء الله، كيف قلنا على الاقل يوصلوا هاد الحافلات المدن ديالهم، ويوصلوا الامانه اللي وسط هاد الحافلات اللي هما الركاب، كل واحد يمشي للمدينه ديالو. ونتمنوا خير ان شاء الله، نتمنوا خير ان سعر المحروقات يرجع لما كان عليه في السابق، لان سعر البرميل عالميا انخفض، ومن الطبيعي ومن الضروري ومن الواجب ان يتم انزال الثمن وتخفيض الثمن وتسقيف سعر المحروقات. لان دابا كنتكلموا على 15 درهم، وبعض المرات كنتكلموا على 16 درهم 17 درهم، راه ما يمكنش، ولكن راه ما يمكنش فقط يعني غير الاعلام اللي كيتكلم، راه خاص البرلمانيين، خاص الحكومه، خاص الشعب، خاص النقابيين، خاص الجمعيات، بزاف د الحوايج. هكذا باش كيكون واحد الضغط، ضغط ايجابي سلمي. اذا غادي نوصل لنهايه المباشر، تبارك الله عليكم.